السؤال الأول. استر يا استر. في الدول العربية ما هي العملة التي تستعمل في سهل 500 جنيه، وسط 2500 جنيه، صعب 5000 جنيه؟ هايل قوي، انتوا الاثنين سهل من اولها. شكاكين طبعا، سهلها على نفسنا برضه يعني، بالراحه ربنا يسهلها علينا جميعا. هايل. سؤالنا ب 500 جنيه وبيقول في الدول العربيه ما هي العمله التي تستعمل في كل من السعوديه وقطر؟ حلو ده. ريال السعوديه، الريال السعودي، وقطر الدينار القطري. هي بتستخدم في البلدين، هي في البلدين واحده. ريال قطري؟ ريال. ريال ريال ريال. يبقى ريال ان شاء الله. الاجابه ريال السعودي. ريال ان شاء الله. ريال. الاجابه ريال. اخر كلام؟ الاجابه ريال. قرار خلاص. مش عايزين تتشاوروا؟ تشاورنا. لا تشاورنا بقى. اجابه. انتوا الاثنين في الاول قلتوا شكاكين، فارجوكوا. لا لا لا، ده حلو. ريال. طب قولوا لي جوابنا هو كذا. جوابنا هو ريال. الريال اجابه صحيحه. وكسبتوا معانا 500 جنيه. جميل. هايل. كسبتوا 500 جنيه. حلو. لا انتوا شكلكم مش شكاكين، انتوا ضحكتوا عليا. لا انتوا مطمنين لبعض. جميل. طب خير. السؤال الثاني. بدأت المطربة شيرين عبد الوهاب مشوارها الفني أوائل عام 2000، فما هو سهل 1000 جنيه، وسط 5000 جنيه، صعب 10000 جنيه؟ اخبار الفن معاكم ايه يا شباب؟ ده انا بموت في الفن طبعا، وشيرين بالتحديد. ده طرب. بموت في الفن واخترتي وسط؟ امال لما بتموتيش انت يعني. ومنى اختارت سهل. السهل. مش ضامنه. بتسمعيش غنى كتير؟ لا انا بحب شيرين بس مش عارفه ما هو ايه. فانا ما هو ايه؟ لا ان شاء الله يبقى ما هو خير باذن الله. سؤالنا ب 5000 جنيه وبيقول بدأت شيرين عبد الوهاب مشوارها الفني أوائل عام 2000، فما هو الألبوم الذي أطلقته عام 2012؟ 2012 كتر خيري. ده بتاع السنة دي. كتر خيري. كتر خيره؟ هو شور؟ يعني ده آخر حاجة. ده كان من قريب أصلا يعني. 2012 آخر حاجة. كان من قريب؟ 2012. في اوائل 2012. انت بتسمعيها اصلا؟ بتخلص اهي. طب طب يعني متاكده؟ احنا في 2012، ما قلناش اوائل ولا اواخر. لا الـ الالبوم جه في الاول، في اول. لا كلمي صاحبتي. حاضر حاضر. طب ايه؟ 2012 كتر خيري اكيد. كتر خيري. ما تتسرعيش ارجوك. طب انا واضح اني نسيت. هنروح في داهيه. على فكره احنا لسه في 2012 يا جماعه. ايوه ما انا عارف. كتر خير. مش عارف يعني تقريبا بنتكلم على اخر في حاجه ألبوم. بعد كتر خير وبيتهيألي يعني انا ناقص اغني لكم الاغاني. كتر خير. اخر البوم قابلته واستحملته. بيتهيألي هو. خلاص بقى صح؟ اعتمد عليكي. كتر خيري. طب واثقه بنسبه قد ايه؟ كام في الميه؟ افتكر بس في حاجه جت بعديه ولا لا. انت مركزه ولا بردانه يا شاذة؟ الاثنين. الاثنين. اخر البوم يا شباب افتكروا. شيرين عبد الوهاب. شيرين عبد الوهاب. كتر خيري بقى وخلي على الله بقى. اللي هي ايه؟ كتر خيري. بلاش ارجوك. ايه الاجابه؟ خلاص. كتر خيري. مش سامعك والله. كتر خيري. كتر خيري. كتر خيري. موافقه؟ كتر خيرك انت والله اكرمتينا. انا مش واثقه بس موافقه. بس في كتر خيري. موافقه. جميل. انا بحب قوي ثقتكم بنفسكم. كتر خير. اجابه خاطئه. والاجابه الصح هو البوم اسال عليا. مفيش مشكله يا شباب. مفيش مشكله. احنا قلنا ثلاث غلطات. ده تاني سؤال. يا تجيبوهم ورا بعض كده وعارفه نخلص بقى. واحده واحده.